نص الدنيا، مجلة المرأة المصرية والعربية. فعددنا الجديد ننفرد بالحوار مع الفنان الأكثر تأثيراً في 2021 تامر حسني. طموحاتي ليس لها سقف وحققت الكثير من أحلامي. وأنا انفرد بالحوار أيضاً مع رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، أفخر كمواطنة عربية بالإنجازات التي حققها الرئيس السيسي لمصر. وفي عددنا الأخير لسنة 2021 أجرينا استفتاء بين الجمهور عن أبرز الشخصيات خلال العام في كل المجالات، وجاءت النتيجة كالتالي حسب تصويت القراء. دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: أصدرنا عشرات الفتاوى لضمان كرامة المرأة ومكانتها. دكتور محمد عوض تاج الدين: 2021 شهد انحسار كورونا في العالم. الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار دكتور مصطفى وزيري: المتحف الكبير هدية مصر إلى العالم في القرن 21. فريدة الشباشي: لولا الرئيس السيسي ما ترأست الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب. دكتور مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية تدعم قضايا بناء الدولة الحديثة. وصاحبة السعادة إسعاد يونس تتحدث لنص الدنيا. الكاتب الروائي أشرف العشماوي: 2022 استراحة محارب لأقيم ذاتي ككاتب. الكاتبة الروائية ريم بسيوني: ابن طولون بهجتي في 2021. النجمة الأكثر تأثيراً في عام 2021 منى شلبي: أول مصرية ترشح لجوائز الإيمي العالمية. الفنان أشرف عبد الباقي: انتظروا ذوي الهمم نجوم منتدى شباب العالم. دكتورة منال فوزي: المجتمع الدولي يثق في قدرات العالمة المصرية. المايسترو نادر عباسي: مصر أبهرت العالم بالموسيقى الفرعونية. نور عزازي: حفل المومياوات محطة مهمة وخطوة كبيرة في حياتي. المصممة رجا قبيل: منبهرة بما حدث في مصر. والشيف نجلاء الشرشابي: على قد الإيد السهل الممتنع، و25% من مشاهدي البرنامج من الرجال. وتوقعات الفلك لأول 6 أبراج في 2022. نص الدنيا بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم أعزائنا القراء في السنة الجديدة. نص الدنيا لكل الدنيا رائدة الانفرادات الصحفية، رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة، رئيسة التحرير مروة الطبقي.